يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى لن نؤمن لرقيك، ما معنى لرقيك؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، يقترحون على الرسول أن يرقى إلى الله وأن يصعد إلى الله، ثم لو رقى ما يؤمنون له أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، النتات والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لهذا قال الله جل وعلا لرسوله في ختام هذه التحديات: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم.